اخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو اخوتي حصريا شفت واحد الفيديو وصلني الان، واحد جا حافل ديال مجموعة من الرحال من الصحراء، فكيحتلوا ارض ديال شيشاوة عبدة اليوسفية جمعة سحيم، هما راه بالقرب دابا من يعني قريبين من رحامنا واكيد غيدخلوا ليها، والدولة كتفرج. انا شفت هذاك الفيديو، المخازنية هاربين، المخزن ما كاينش، بالسيارات ديالهم بالسيوف ديالهم، وكيقولوا تحية نضالية وعاش الملك، بحال الا حنا راه ماشي مغاربة. هذا هجوم شرس على اراضي الغير، لان يعني جايبين قطعان ديال الماشية وديال الجمال، وحنا شفنا هاد الناس كيديروا السيبة كانوا داروها في الجنوب. ولهذا كنطلب من اي مواطن رحماني يستعد باش يدافع على الارض ديالو، لان هاد الناس ملي كيدخلوا راه ما كيخليو حتى شي حاجه، كيطلقوا في الغاز، كياكلوا الشجار، كيطلقوا في الفلاحه، يعني باغيين يجيحوا الناس. وعلاش كيستاندوا هما على ديك الكلمه ديال عاش الملك؟ او لا رحنا صحراوه، وحنا حنا كنا مغاربه، ما تقولش انت اللي عاش الملك، حنا كاع كنقولوا عاش الملك. قالك انت صحراوي بالف زعطلك، اشنو انت من الصحراء غتجي تسيب علينا حنا ولا شنو هادشي هذا؟ لهذا كنطلب من اي واحد يستعد بالسلاح، الناس اللي عندهم السلاح الناري ويوجدوا باش ما تغتصبش الارض ديالهم وما تغتصبش الكرامه والحرمه ديالهم. كان استعداد بمعنى الكلمه، اسلحه ناريه وقصف العدو، لان احنا هنا دابا في حرب. الانسان ملي كيقول لك عاش الملك، وحنا ما كنقولوش عاش الملك، الا انت كتعرف الملك وهذا ولا هذه بزعطه عليك انت والملك كاع.